بسمات الوطن. بسمات الوطن ستشات الوفوميات والسياسي مثل الحال عالم من الانتقادات طاير فوق المصريات. بان الوطن لا ما مات بسمات الوطن. لا ما مات بسمات الوطن. بسمات الوطن. بسمات الوطن. بسمات الوطن. مساء الخير من بسمات وطن. الواجب الجهادي عم بخلي الشيعي يدعم النظام، وواجب نصرة أهل السنة عم بخلي السني يدعي للجهاد ضد الشيعي والنظام. بهالوقت المسيحي مخطوف حسه ومخطوفين مطارينه. أهلا وسهلا بضيفنا. مساء الخير وشكرا لك ولكل القيمين على هذه التمثيلية القيمة وخاصة الأستاذ خليل. رح نبدأ بموضوع المطرانين اليازجي وإبراهيم يلي انخطفوا بحلب، شو تفسيرك لهالعملية؟ تناهى إلى سماعنا أن هذه العملية المستنكرة قام بها مسلحون من الشيشان، والعملية التي حصلت في بوسطن الأمريكية نفذها أيضا مسلحان من الشيشان. إذن إننا نخشى ما نخشاه أن تكون العملية كحرب سرية بين CIA والمخابرات الروسية. قصدك بالضغط على الكنيسة الأرثوذكسية يعني الروسية ممكن أمريكا تحصل على معلومات من روسيا حول موضوع تفجير بوسطن؟ وأنت قلتي. طيب هلأ شو موقف رجال الدين المسيحيين وشو ردة فعلهم على عملية خطف المطرانين؟ إننا نخشى ما نخشاه أن يضطر رجال الدين المسيحيون أن ينزلوا إلى الشارع إلى جنب أهالي المخطوفين في أعزاز. يمكن هيك تصير واش بعرفني. شكرا لك ورجعين معك بعد شوي، وهلأ بنبدأ مع أول فقرة من بسمات وطن. بسمات الوطن. Can I enter with them, صور؟ ايه اكيد، اهلا وسهلا تفضل. يلا انتر يا مصور انتر. يلا يلا كم 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 يس يس يلا كم نادين كم. يلا صور يا مصور صور. يلا صور. يس والله يس يس صور صور يا مصور. ايزو في افهم شو عم تعملي. حلو التواضع كتير حلو رولي. لك عن اي تواضع عم تحكي؟ تواضعك وحدة مثلك يا نادين عندها كل هالعلاقات المحللية والاكلنينينية والعلليلية، اي ما بتعود تحكي مع حدا بتطير بتصير فا فا فا. صور صور يا مصور صور وان وحدة هيك تجازر تجازر. ايزو اذا ما رح تفسري لي شو عم بيصير بدك تسمحي لي انت والمصور. شوفي نادين صار لي فترة بفكر بيني وبين نفسي، يا ترى مني نادين اللي كل زعماء لبنان والدول والعالم بيضلوا يحكوا فيها، بعدين اشا نادين اللي ما حدا قادر يلقطها او يكمشها. ايزو ما عم بفهم شيء. اوباما قال نادين تفجيرات بوسطن، بان كي مون قال نادين القتل بسوريا، بوتين قال نادين التفجيرات بالعراق، بشار الاسد قال نادين الدعم القطري للارهاب، الرئيس ميشيل سليمان قال نادين القصف السوري لمناطق لبنانيه. ولك ايش نادين انت ايش نادين شو عن نادين. صور يا مصور صور صور يلا ايزو يس ايزو
نادين مش يعني أنا؟ مين يعني؟ نادين لبكي؟ ولا نادين الراسي؟ أو لا لا، نادين نجيم؟ مرحبا، إيزو عنا؟ جيت بوقتك، أي متى طالع على سوريا مع الشيخ الأسير؟ شو؟ يا دلة؟ أنا طالع مع الشيخ الأسير على سوريا. دخيلك يا جهاد! يس يس، مش الأسير مبارح دعي الجهاد بسوريا؟ يس، يلا يلا يلا، كم كم، صور يا مصور صور، يلا صور وحدة، كم كم، كلنا سوا مع وحدة بيزو، كلنا بيزو. وان لاتزيز بسمات الوطن. شدي شدي أكتر شوي. هاي دخيلكم رح موت. شدي شدي بعد شوي. يا حكيم، صلى شي 12 ساعة عم تشد، رح تموت ويموت الببو. ليك انت بتنتخب معين المرعبة؟ ايه لا، دقله دقله، خلي شي بالرشاش ويطرق رشع حدا. لما قوص على الحاجز كان في مرة حبلة ولدت. اولك هيك. وين المريضة؟ هيا قدامك. انقذوا 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 يا بيا، انقذوا انقذوا انقذوا. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. لا ما مات، بس مات الوطن. منتابع بسمة وطن مع ضيفنا. هل عم بتتابع حركة بيع الأراضي بالمناطق المسيحية اللبنانية للأجانب؟ للأجانب أو للعرب؟ نحن أم نعرفش الأجانب إلا الأوروبيين وأهل الغرب. طيب للعرب؟ قيل لي إن مساحات كبيرة قد بيعت لإخوان عرب. نحن لا مشكلة لنا مع الإخوان العرب، فأهلا وسهلا بهم في ديارنا، لكننا نخشى ما نخشاه أن يغيروا أسماء مناطقنا وقرانا وبلداتنا. أوف، معقول يوصلوا لهون؟ مسكينة أنت، هل تعلمين أنت أن قرية المعايصرات فيها حي اسمه المدينة المنورة؟ بلى يا ابنتي بلى، وفي بقعات كنعان يوجد حي اسمه بقعات عجمة. لا أكيد؟ طبعا يا ابنتي طبعا، إننا قادمون على مأساة إذا استمر السماسرة في بيع العقارات وضمائرهم. يعني ممكن عشقوت تصير حضرموت؟ ليس هذا فقط، فقد تصبح بكركي بمكي. إننا نخشى ما نخشى. لا بلى. بسمات الوطن. الو الو، تاكسي الوسيم؟ نعم مسيو، تفضل. والله انا في جوني واريد تاكسي على نيو جدة. نيو جديدة قصدك؟ لا، نيو جدة، من جوني على نيو جدة. كم تكلفني؟ مسيو، نحن بناخد على الكيلومتر 1000 ليرة، يعني بتكلفك من جوني على نيو جدة تقريبا 1,200,000 روحة و1,200,000 رجعة، يعني بيطلعوا شي 4.5 ليرة لبنانية. لا لا لا، غالي كتير غالي غالي. ايش هذا ايش هذا؟ الو الو، اريد تاكسي، هنا مكتب تاكسي. نعم، لوين؟ من جوني على نيو جده، كم تكلفني؟ نيو جده ولا نيو جديده؟ نيو جده. نيو جده 4,500,000 ليرة. لا لا، غالي غالي كتير غالي. شكرا. ليش غالي التاكسي كتير بلبنان؟ ليش ما اعرف. الو، ابغي تاكسي من جوني على نيو جده، كم تكلف؟ 4,500,000 ليرة. امري لله. تعال يا اخ تعال تعال. ايش هذا ايش هذا؟ مرحبا، تفضل يا اخ. حضرتك عن يوجد؟ اي نعم، انا حنطيك ال4,500,000 ليرة، لكن مو كتير من هنا لهذه التلي فوق. يا اخ حضرتك بدك تروح عن يوجد، هيدي اللي عم بتدلني عليها التلي بالفتوح، من هون للفتوح التاكسي ب 12,000 ليرة. عربيش صحيح معلوماتك، انا واخي واخي واختي واخي ولد عمي ولد عمتي ولد خالي ولد خالتي اشترينا هذا التلي فوق وسميناها
نيو جدة. يلا تفضل، هذه 12000 ليرة ويلا نطلع على نيو جدة. ما بتوفي، بدي 500 دولار من جونيا على نيو جدة. على هالمعدل يومين ومنصير هون بالرياض. من الرياض عن نيو جدة مسافة. بسمات الوطن. ألو استاذ معين المرعبي، معك ام عامر. وحياتك في مجال تجيب هالكراشين كون وتعمل لك شي رشق حدي؟ ايه روحي عندي بحصة يا استاذ معين، ومش عم تنزل لا بالحلال ولا بالحرام، وما بدي شفوت على المستشفى اعمل العملية. ممكن تنزل لي اياها؟ بأمرك. بعد الاعلان رجعين معكم، وفي عنا هاي هون منتسجل من شان الجهاد بسوريا؟ نعم. شو الاوفر تبعولكن اللي عاملينه؟ شو بيتضمن؟ اسمك يا اخ. حاضر ناظر. والسياسي مثل الحيط مثل الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات. منتابع بسمات وطن مع ضيفنا، ومننتقل لنسأل عن الديموغرافيا اللبنانية. يقال انه صار عنا مليونين سوري مسجل رسميا او مهجر من دون تسجيل. مليونين؟ لقد تخطوا جائزة اللوتو. لا عن جد، هلا اذا بتمشي بالشارع او بتفوت على شي محل او سوبر ماركت او بتروح بتنبش على بيت للاجار، بتحس حالك بسوريا صرت. اهلا وسهلا بكل الاشقاء والاخوة، كلنا أبناء الله الواحد. لكن دعيني أروي لك هذه الطرفة وهي من الواقع الذي استجد مؤخرا. تفضل كلنا سمع. في أواخر أدار الماضي كان يوم الجمعة العظيمة، وكنا في رعيتنا قد وزعنا منشورات لمن يريد من أبناء الرعية أن يشارك في مسيرة درب الصليب. وشو صار؟ صارت المسيرة الساعة الثالثة. نعم. وعندما جاءت مرحلة صلب المصلوب، ترك الجنديان الصليب والمصلوب والمسامير وقالوا لنا يلا بخاطركم. ليش؟ لأننا لم نجد من يلعب دور الجنود إلا من الأشقاء العمال السوريين، وهؤلاء لا يعملون بعد الساعة الرابعة. بسمات الوطن. الآن يا أيها الإخوان المجاهدان، انتظرانا حتى نعين لكما مكان وزمان التدريب. أوكي تانك يو. أوكي تانك يو. يس باي. هاي هون منتسجل من شان الجهاد بسوريا؟ نعم. شو الاوفر تبعولكن اللي عاملينه؟ شو بيتضمن؟ اسمك يا اخ. حاضر ناظر. حاضر ناظر. انت مميز يا اخ حاضر ناظر. ليش حسيت بالشي؟ لا لا لا، لكن حضرتك مميز، جاهز للجهاد؟ طبعا، لكن بدي شوف الاوفر تبعولكم بالاول. بداية عندك دورة تدريب على القتال والجهاد لمدة شهر. حلو، انا كتير بحب القتال. وبعد الدورة لديك ايضا دورة لاختيار نوع السلاح الذي تحتاجه في الجهاد. حلو، من هلا سجل عندك انا بختار المدفع. وبعد اختيار السلاح لديك دورة تدريب على الجغرافيا لتختار المنطقة اللي راح تشارك فيها بالجهاد. حلو، اسجل عندك انا بختار حلب او ريف حلب. حلب او ريف حلب، وبعدها بتروح على الجهاد. بس هيك؟ نعم، ليش شو في اكتر؟ طب ما عندكم شي بالاوفر تبعولكم الزيادة، شي سبيسيال يعني؟ سبيسيال؟ لا ما في شي، هيدا الجهاد عبر مكتبنا. لا بفضل روح على تونس، بتسجل بمكتب بتونس احسن. وليش بدك تروح من لبنان على تونس؟ شو في بتونس؟
هونيك عم يحكوا عن جهاد النكاح. الأوفر تبعكم ناشف، النكاح بيعطينا بوش أكتر. يلا سوري باي. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. مات الوطن؟ لا ما مات، بس مات الوطن. منختم بسمات وطن مع ضيفنا، كلمة حرة أخيرة. عن أي موضوع تريدين أن أتكلم؟ اللي بتريده. هل مسموح أن نبكي؟ مسموح كل شيء، بس ليش بدك تبكي؟ في لبنان الشيعة يساندون والسنة يجاهدون والمسيحيون يبكون. مية بالمية صح. باي باي. بسمات الوطن. اهلا اهلا استاذ موفق، تفضل. بصفار جبت لك طالب بك. بالشرف. وشي مرتب؟ ولو شركة موفق للخدمات شعار المصداقية. اول شي بدك استاذ انكليزي طي يعلمك الاولاد. مظبوط، لقيت لي واحد معلوم مستر رونالد انتر بليز. أستاذ بريطاني. هلو، هاو ار يو؟ از ذس يور هوم؟ ات از فيري بيوتيفول. لك يا موفق شو جايب لي سوري؟ يا عمي ليش في حدا غير السوري من يشتغل بلبنان؟ نحن عنا مليوني شقيق، بس الأخ معه باسبور بريطاني. ماي فازر فروم انجلاند، مي فروم غوطة الشرقية. ميرسي أستاذ، ما عم تعلم ولادي إنجليزي. ثانك يو معلم جويد، متأسف. بيعمل لك رح تضربي. بدي سريلانكي، لقيت لي سريلانكي. ولو اسانكا اسانكا. يس شلونك مادام؟ دعيك يا اسانكا. لك موفق حتى سريلانكي جايب لي سوري. يا ستي جوسي ما بقى تلاقي غير السورية بلبنان يا عمي، اشبع من بنت حير. ثانك يو، ما بدي سريلانكي، ممنونتك اسانكا. جلوان اسمي، تضربي. لقيت لي ترومبا تطلع معي على السطح؟ معلوم، لكن مالا ترومبا، صباب فوق. شلونك ستنا؟ وليه هيدي ترومبا؟ وك يا عمي انت قابلك تزقي معي على السطح؟ صباب مثل الفرنعيني، بساعة بيعبي لك 1000 لتر. دخيلك موفى، دخيلك رح تعملي بالقلب، لبرا لبرا. يه يه يه، طولي بالك طولي بالك. دكتور ابو قاسم، دكتور ابو قاسم، هيدا اشطر دكتور بمعرة النعمان. دخيلكم. صباب جلوان زقوا. هايلي حتى الاسعاف والهو. يا ويلي نوني نوني. بسمات الوطن. سكشات الوف وميات والسياسي مثل الحيط عالم الانتقادات طاير فوق المصريات. مات الوطن لا ما مات، بس مات الوطن. بعد عنا مقدسات ما في قيمي للشهادات الوطن. لا ما مات.